السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اللقاء المفتوح، حياك الله، اللقاء المفتوح، كيف الحال؟ الحمد لله. تفضل أخي. نعم، تحدثت قبل قليل عن مشاركة الذين يحملون الجنسيات في ألمانيا أو في السويد في الجيش. نعم، بعض الناس هنا يحبون المشاركة في الجيش، يفرحون بل يحتفلون بذلك أعوذ من بالله، ضعيفي الإيمان. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن نكون من المتعاونين مع هؤلاء الكفار والمشركين. هذه والله يا جماعة جريمة. لا أريد أن أدخل في الأمور التفصيلات، لكن هذا الأمر خطير، يتعلق بالإيمان والكفر فقط. أقول هذا وارجعوا إلى أهل العلم، هل يجوز أن تقاتل مع جيوش الكفار، خصوصا أن هذه الجيوش تقاتل من أجل فاحشة قوم لوط، وتقاتل من أجل نشر القيم الغربية الفاسدة، الزنا والخنا التي تقتل المسلمين أيضا. يعني هذا ركزوا يا جماعة، لأنه هيجي لك واحد من الملبسين يقول لك في آخر الزمان سوف يقاتل المسلمون مع الكفار ضد عدو. هذا شيء آخر، احنا نتكلم الآن، وكمان القتال سيكون تحت راية المسلمين، سيكون إمام للمسلمين، وسيكون لجيش المسلمين هكذا. لكن انك تكون عسكري في جيوش الكفار هكذا مجانا تبرعا بدون اي شيء، بدون اي هدف، تروح تقاتل مع روسيا، ولا تقاتل مع امريكا، ولا تقاتل مع المانيا ولا فرنسا. تفضل اخي. نعم يا أخي، ولكن بعض الناس زي ما قلت لك، يعني شنو، كما قلت لك، بعض الناس أحاول أتحدث باللغة العربية ليفهم الجميع، يحبون هذه الجيوش ويحبون الغرب. وعندي ملاحظة هنا، أنا طبعا موجود في أسبانيا في إقليم برشلونة، وهنا في ملاحظة للجمعيات الإسلامية الموجودة هنا بالنسبة مثلا للدفن للأموال للموت أو الترحيل، واضعين شروط كثيرة. طبعا من ضمن الشروط، يعني من ضمن الشروط، ملاحظ هنا يقول لك مثلا اللي يشترك مثلا من عمر 65 سنة فما فوق، عندهم اشتراك طبعا سنوي تقريبا 50 أورو ولا 100 أورو، ما أعرف، سنويا تدفع في الجمعية. عشان المقبرة. وإذا ايوه سنويا تشترك تدفع 50 اورو او 100 اورو للاسره، تقريبا للاسره، اذا عندك اسره واطفال وزوجه تدفع 100 اورو وتستفيدوا من كلكم. اما اذا عزابي ما متزوج او فرد تدفع كل سنه 50 اورو، ولكن لهم شروط. من ضمن هذه الشروط مثلا، اذا في واحد مثلا عمره 65 سنه، من عمر 65 سنة فما فوق، طبعا تناقشت مع واحد اللجان فغضب مني، هو مغربي. طبعا هنا يسيطروا اخواننا المغاربة هنا في اسبانيا، اكثر من 3 مليون مغربي، ولا اكثر من 3 مليون مغربي تقريبا هنا في اسبانيا، مغاربة كثيرين هنا ما شاء الله. ما شاء الله، الجالية الغربية كبيرة طبعا. وانت الآن تتكلم عن حالة خاصة، يعني عشان بس ما حدش يتعصب. يلا اتفضل. انا بس عن حالة خاصة اتكلم، لكن هم اللجنة في المسجد، نعم، فتناقشت معه من احد اللجان. فهي الشرط مثلا، لو واحد عمره 65 عام واشترك في هذه حادثه الوفاه، ويريد مثلا الترحيل للجثمان، ترحيل مثلا، دار يرحلوه الى بلده، تدفع 50% يدفعوا 50%، ده شرط كاتب منه، شرط اساسي، يدفع شنو؟ يدفع 50% للترحيل. فقلت له ليش تدفعوا 50%؟ اذا حدث الوفاه مفترض تدفع كل القيمة. وأنا قبل هذا طبعا كنت في ألمانيا، رغم إنه الأتراك هناك، الجمعيات الأتراك يعني عندهم بدعة وصوفية، وهنا ما شاء الله معظم المساجد هنا سلفية، حتى المغاربة هنا معظمهم سلفية وملتزمين أي شيء، ولكن هناك الأتراك إذا مثلا حدثت وفاة، حتى إذا إنسان ما مشترك، مسلم ما مشترك، يقومون بالواجب. أنا حضرت أكثر من 4 جنازات، بعضهم انتحروا والعياذ بالله، أعوذ بالله. دفعوا نص القيمة. أتذكر يعني كان 4000 يورو، نحن ساهمنا ودفعنا 2000 يورو، والأتراك قاموا بالباقي، دفعوا حتى 2000 الموت، يورو. أما حتى الموت في الغرب، سبحان الله. لما أنا قلت في العنوان الموت في الغرب مجازفة، الناس قالوا لي أنت تبالغ. والله حتى الموت أمره مشاكل ومعقد، والدفن والقصص هذه. يا لطيف. الموت هنا يا أخي مصطفى أمر معقد جدا، نسأل الله أن يقبض أرواحنا
بلاد إسلامية، هنا معقد شديد، بالأخص كمان هنا في أسبانيا، بالأخص في أسبانيا هنا. فتتخيل إنه هذول عمره 65 عام اشترك ومات، يدفعوا له نص القيمة. إذا كان الترحيل مثلا إلى المغرب ب 5000، يكلف 5000 يورو. 5000 إيه؟ مبلغ الترحيل بيتكلف عشرات الآلاف أخي، صدقني مبلغ كبير جدا. مثلا أيوة أنا أضرب لك مثلا، مثلا المغرب يعني هي غريبة طبعا، يعني المغرب غريبة 20,000 دولار و50,000 دولار حسب بعد الدولة وحسب الطائرات وحسب الأمور. هذه المسألة ليست كما يعتقد البعض. ويمكن المغرب، انتوا اسبانيا والمغرب يعني قريبة فعلا، يعني يمكن ان يكون الامر اسهل بكثير من دول اخرى. ولكن اللي ما معوش فلوس بقى بيعملوا ايه فيه؟ طيب افرض واحد ما دفعش 50%. والله هنا قال لي، كان يحكي لي واحد هنا في هذه المنطقه، قال لي ماتوا اكثر من 4، قال لي الدفن تعب وتعب شديد، انه يطلعوا لهم مساهمات عشان يدفنوهم هنا. بس هنا الدفن طبعا يكلف قرابه ال 4000 5000. حتى الجمعيه هي طبعا تقوم بالتغسيل والتكفين، تاخذ فلوس والترحيل. ما عندك فلوس ما ولا تتحرك، يتحرق الجثمان. لو ما عندك فلوس يتحرق الجثمان، هذا اللي بيعملوه الحكومه. حتى الحريق، حتى الحريق بفلوس، الحريق تقريبا يكلف قرابة 1800 أورو. يا لطيف. حتى الحريق ليس مجاني. كمان يا لطيف. حتى الحريق ليس مجاني. يا لطيف يا لطيف، ربنا ينجيكم أخي. إذن أنت تتكلم عن هذه القضية، والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء وأن يساعد المسلمين. وثانيا كمان من الشروط يا مصطفى برضه عشان أتم لك، من الشروط كان مثلا اذا بعض الانسان مثلا مسلم عنده مرض مزمن والعياذ بالله، مثلا سرطان او كلى او فشل كلوي، وفجاه هذا المرض ظهر له والدكتور كتب له كده، وهو مشترك مثلا في الجمعيه، يدفع، يقول له انه هذا الشخص محتال، اذا مات ما يدفع له اي شيء، مكتوبه في الشروط. استغربت، استغفر الله، عشان البليت ما يضحك. الله يجزاك يا اخي. هذه يا جماعة روحوا موتوا في بلدكم، يا جماعة موتوا في بلدكم وخلوا أهلكم يغسلوكم ويكفنوكم ويصلوا عليكم ويعطروكم ويدفنوكم ويزوروكم ويعملوا لكم، يعني والله يا جماعة الأمور ما تستاهل، لا حياة لا دنيا ولا دين هناك. والله خلاص أوروبا خلاص بح يا جماعة، شذوذ وحرق جثث وسرقة أعضاء، أصبحت تجارة بشر يا جماعة، سرقة أبناء الأطفال المسلمين يا جماعة. والله أوروبا صارت مهلكة، والله صارت مصيدة، أوروبا صعبة، والله مصيدة للمسلمين، مصيدة كبيرة، أوروبا مصيدة كبيرة. نعم نعم. وثالثا كان من الشروط مثلا امرأة حامل وفجأة مثلا مات جنينها في بطنها وتوفيت، برضو هذه قال لك ما يدفع لها أي شيء، مكتوبة في الشروط. أنا استغربت، هذه شو معلقة في المسجد. الله يهدي الجميع. استغربت. الله يهدي الجميع، والله الله يهدي الجميع. بلاد صعبة. وثانيا كمان التعامل صعب هنا، مثلا إنسان ليس لديه منزل أو ليس لديه أي مساعدة وجديد ولا يوجد منه، والله يعني أحيانا طبعا في بعض التخاف من أنه يكون في بعض المحتالين يجوا أنه تستضيف في منزلك وكذا، ولكن المعاملة صعبة يعني، إلا بالتعارف والله يعني. والله يعني مرة أخت اتصلت في وقت متأخر قالت أنها نايمة بالشارع في كندا، أقول رحت الجمعيات الإسلامية ورحت لكل، طرقت كل باب وما حد راضي يساعدها، تخيل، ولا يوفر لها سكن ولا حتى راضين خلوها تنام في المسجد. كلام صح. هنا الجمعيات أول حاجة هي جمعيات تجارية لها آلاف ملايين الدولارات، لأنهم يجمعوا ما شاء الله الفلوس، يجمع الفلوس. ولكن إذا حصل مثلا إنسان مسلم جديد ما مشترك، حصل له وفاة أو حصل له مرض مزمن أو ليس له لديه تأمين صحي أو لا ما له أوراق أو ما له، ما في حد يساعده إلا مثلا من أهله ومن عشيرته من أقاربه من ديرته، دين إذا فيهم مثلا ذاته، إذا فيهم نخوة. أما لك كله يقول لك أنا مشغول وأنا شنو يا حياة، بس كمثل الحياة يقول لك الله ينجيكم ويخرجكم منها على خير. أخي حياك الله وجزاك الله خيرا. نسأل الله أن يخرجنا منها، والله هذه ليست عيشة، نسأل الله أن يخرجنا منها، إن شاء الله سنخرج منها عاجلا يا رب، عاجلا بإذن الله تعالى. ربنا ينجيكم ويسهل. الله يسهل. تحياتي لك أخي. اللهم أمين. وإياك، ولا أريد أن أترك المجال، والمغاربة ما يأخذوا فيني، والله ناس طيبين ونصلي. لا لا لا، أنت بتتكلم عن حالة خاصة يعني يا جماعة، يعني ضروري جدا نحن نتعود على هذا الشيء، يعني هو يذكر من باب الذكر يعني. وصحيح فعلا الجاليات هذه كبيرة هناك. جزاك الله خيرا، شكرا لك أخي الكريم، شكرا لك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالة فردية موجودة في كل، أنا أقول عندنا أسوأ من ذلك، يعني شخص أو أشخاص أو مجموعة أو جمعية. معنا اتصال.